وبغيت يا ربي تسهل على هاد الشخص وتفرحه وتسمعوا اخبار زوينه ان شاء الله اليوم قبل ما نغدا. وبغيت الا كان عنده شي حزن بغيت ربي يحوله ليه الفرح يا ربي امين. ما تخليش عندك هاد الميساج، صيفطو لاعز الناس عندك في الواتساب وكنتمنى نكون انا منهم يا ربي امين.